يعتبر عدد متزايد من الناس التعليم عن بعد خيارا مناسبا بسبب أزمة كوفيد-19، ولكن أحببت مشاركة قصة حقيقية هنا لتعكس أهمية جو الفصل في التعليم الفعال الحقيقي. أحد الطلاب في الصف السابع يصل دائما إلى الفصل بملابس ذات رائحة كريهة وشعر غير مرتب، وهو أحد الطلاب المتنمرين في الفصل على الآخرين. كرهته مدرسة الدراسات الاجتماعية بشدة، وحدث أنها قرأت ذات مرة وثيقة الطالب المدرسية. لدهشتها لاحظت أنه كان من أفضل 10 طلاب في المدرسة حتى الصف الخامس. علمت أيضا أن والديه توفيا في حادث عندما كان في الصف الثاني، لكن معلمته في الصف الثالث كانت تهتم به مثل ابنها وأعطته كل الحب والرعاية قبل وفاتها. قررت مدرسة الدراسات الاجتماعية تحمل المزيد من المسؤولية تجاه الطفل. اشترت له ملابس وقدمت له الكثير من الاحترام وأحاطت به بطلاب أفضل. ومثل المعجزة، وخلال فصل دراسي واحد فقط أصبح أحد أفضل الطلاب في المدرسة. مع مرور السنين تقاعدت مدرسة الدراسات الاجتماعية وانتقلت إلى مدينة أخرى، ولكن أعمالها الطيبة بقي أثرها الطيب. تلقت دعوة مكتوب عليها: أغلى معلمة، لقد عملت بجد على نفسي بعد أن علمتني كيف أكون رجلا حقيقيا. أشعر بالفخر بدعوتك لحضورك حفل تخرجي كطبيب. شكرا يا أمي، شكرا يا معلمتي.